طب على كل حال أطلنا نكتفي بهذا القدر إخواني. مع مثل هذه النصوص القطعية نعم يمكن أن نجتهد كما اجتهد عمر مقاصديا. انتبهوا، إذا لم نفعل الاجتهاد المقاصدي في استثمار الأحكام وتحقيق غايات الأحكام التي هي، انتبهوا، الأحكام ما هي؟ وسائل. احنا قلنا في أول محاضرة في عنا مقاصد، في عنا إيش؟ وسائل. الأحكام وسائل، ليست تراد لذاتها، إنما تراد لماذا؟ لمقاصدها. يعني الله لما حرم وحلل، أحب فقط أن يعنتنا يعني أن يحرم علينا أشياء؟ أبداً أبداً. وإنما أراد أن يتوسل بأمره ونهيه بتحريمه وتحليله وفرضه إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى الغايات التي تصلح بها حياتنا وتحصل نجاتنا وسعدنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إذا الأحكام أصبحت ماذا؟ وسائل للمقاصد. إذا تقاصرت عن تحقيق مقاصدها إيش بصير الآن؟ في مشكلة حقيقية. إذا تقاصرت عن تحقيق مقاصدها، وبأرجع ومش حجاوب بعيد سؤال أخي عبد الواحد، وخلي الجواب عند كل مرة. هذه الكرة في ملعبكم، ملعب المستمعين في الكاميرا. إيش هو؟ إيش هو؟ فعلا والحمد لله العلماء يعترفون بهذا. يقول لك يا أخي هذا فيه عدل، أن تعطى البنت مثلا، مش هنقول تعطى الأنثى، مش دائما، لا لا، لأنه مرات الأنثى تعطى أكثر من الذكر، واضح؟ في 28 حالة في هذا الموضوع على كل حال، وأحيانا تساويه وأحيانا تنصفه. طيب حين تعطى البنت النصف مما يعطى أخوها، قالوا هذا عادل. لماذا؟ لأن المرأة، طبعا لازم نحط، ما تقولش المرأة هيك، بيستهبلوك الأجانب، وغير الأجانب يقول لك مش صحيح، بيشتغل كلهم بيشتغل، ما تقولش المرأة، لأن المرأة في ذلك العهد في تلك الأحقاب المفروض فيها المأنوس في مجرى العادة أنها لم تكن تعمل، وإنما يعمل الرجل. إذن النفقة عليها، على نفسها وعلى الأسرة، على الأولاد والزوج، معصوبة بجبين من؟ الرجل، وليس بجبينها. المرأة لا تدفع مهراً، قد يكون مهراً طائلاً، الله قال وأتيتم إحداهن قنطاراً، ممكن يكون قنطار، إنما هذا معصوب أيضاً بجبين مين؟ الرجل. المرأة كذا، الرجل جميل صحيح. كلام أخونا عبد الواحد في إشكالية حقيقية. هذا الوضع أحياناً في بعض المجتمعات الإسلامية الآن قلب رأساً على عقب، قلب رأساً على عقب. المرأة تعمل أكثر أحياناً مما يعمل الرجل، قد تعمل ولا يعمل. قلم صحيح، مستوى الناس عموماً أيها الإخوة بدأ يتعاطى مع موضوعة المرأة، خاصة النساء المثقفات والوعيات يعني بطريقة فيها حساسية، لا ترفضه لكن تأبى أن يكون ثمناً تقريباً، يعني تحب أن يكون رمزاً، رمزاً، شيء رمزي، لأنه هذا شيء شرعي، لكن مش ثمن، تدفع لي ثمن، تتملكني يعني تتملك. للأسف تصوير الفقهاء للزواج فيه نوع من التشييء للمرأة، ذكرت هذا في محاضرات قديمة، تشييء وامتلاك، ويصرحون بالامتلاك، شيء عجيب يعني. لا لا، الموضوع أقدس من هذا بكثير، الموضوع آية من آيات الله، إنك هذا مش تملك وكذا غير. فالمرأة تقول لك هذا المهر أنا زاهدة فيه، أريده رمزيا، 10 يورو 100 يورو ما لا أريد، وعندي مالي وعندي تجارتي وعندي كذا وعندي عملي وظيفتي إلى آخره. وطيب وتنفق، وبيشتروا البيت أو الفيلا مع بعضهم هم اثنين، وقد تدفع أكثر هي، وتنفق يوميا وعندها موازنة إلى آخره. طيب وإذا أصبح هذا حالة عامة، انتبهوا مش حالة خاصة، حالة عامة، عام المجتمع، فالبنت بنت أبيها الآن تذهب تستقبل الحياة كزوجة وكأم بعد غد بنفس التحديات وبنفس التكاليف والإرهاقات التي يستقبلها بها الولد أخوها يعني. طب أليس من حقها في هذه الحالة أن تساوي بأخيها؟ اجتهاد، سؤال، اسألوا أنتم. على فكرة أنتم مغاربة أكثركم ما شاء الله فقهاء المغرب، وطبعا ولا جرم لأنهم مالكية، والمالكية هم فقهاء المقاصد حقيقة، ما شاء الله المالكية هم بتوع المقاصد، سواء القرافي سواء الشاطبي ابن عاشور، هذول المالكية، المالكية فقهاء المقاصد من القرن التاسع عشر، فتحوا هذه الموضوعة وذهبوا فيها خطوة جريئة إلى الأمام، وقضوا للمرأة التي تعمل مع زوجها، خاصة في الفلاحة يعني الفلاحات المغربيات وتبدأ الحياة المالية معه منذ البداية، وقد يشترون المزرعة أو البيت كذا، والمهم وتعمل في هذه المزرعة كذا كذا، قضوا لها بنصيب بحسب جهدها، تخيلوا. واحتج فقهاء المالكية سموها مسألة الكد والسعاية، مسألة الكد والسعاية في الفقه المالكي، رجعوها
يعني مش عدنان إبراهيم أول من افتجر هذا الشيء، لا بالعكس أنا تأثرت بمقروءاتي بما فيها اجتهاد المالكية في القرن التاسع عشر وفي بدايات أيضا القرن العشرين في النصف الأول اجتهدوا. أتفضل هيا يقول لي أدخلت في المدونة الجديدة، وهذا ما كنت سأذكره بالتفصيل في محاضرتي لو تكلمت في هذا الموضوع. عندي كلام كثير في الموضوع على كل حال، وبرضه اجتهاد وقد أكون مخطئا ما في أي مجال طبعا للارتياب في هذا. فالملكية تكلموا في مسألة الكد والسعاية، قالوا تعطى الفلاحة أكثر مما تعطى إيش الحضرية لأنها ساهمت وكذا، وهذا معقول. واحتجوا بأثر يروى عن عمر ابن الخطاب عن رجل توفي، قد توفي حتى شهيدا لا أدري، المهم ولهم امرأة لكن هذه المرأة كانت تشركه في العمل والنفقة على الأسرة، كانت تغزل وتنسج وعندها دخل دائما دائما دائما، وما كانش في زي اليوم عاد إيه حسابات بنكية، لا الحساب كان واحدا، موازنة واحدة، مال واحد صحيح، كيس واحدة، كيس واحدة. والآن مات يا أخي، يا أخي مش معقول أن يأخذ أن يشركها الآخرون في جزء من ثروة زوجها، وهي التي بنت هذه الثروة معه لبنة لبنة وقرشا قرشا. فعمر إيه قضى لها بخلاف ما أتى في الشرع زادها. فالملكي قالوا ونحن نفعل هذا، شفتوا يعني هذه المسألة مؤسسة من زمان. طبعا عمر هو الشيخ الأول عاد بصراحة للاجتهاد المقاصدي، عمر خطير في هذا الشيء وجريء جدا ما شاء الله عليه، يعني بقدر تقوى كان لا يتردد كثيرا في هذه المسائل، يمشي إلى إيه وفي الأخير حتى لو أطل عليكم من أحب يعني أن يستوعب هذا الموضوع أو هذا يعني هذا الموضوع بطريقة أكثر عمقا، يحاول أن يقرأ في كتاب العلامة المصري الأزهري مصطفى محمد شلبي تعليل الأحكام، كتاب رائع جدا رائع جدا. رسالة الجزء الأول من الكتاب إلينا ما هي؟ رسالة واضحة بالأدلة الكثيرة اللي استفدت منها أنا حقيقة وانتفعت بها، أن اجتهاد أوائل السلف الصالحين بالذات من الصحابة تخيل ومن تلاهم حتى أئمة كبار التابعين وتابعي التابعين كان اجتهادا يخالف من جانب الاجتهاد الصناعي الذي قعد له واعتبره الفقهاء والأصوليون بعد ذلك. اجتهاد السلف الصالح كان يدور على المقاصد والغايات، يعني بلغة أصولية على الحكم، وين الحكمة يجرون وراءها. أما العلماء بعد ذلك اجتهاد الصناعة هذا يسمى اجتهاد إيه الصناعة، فيدرون على ماذا يا أخواني؟ على العلل، على اللفظي الظاهري المنضبط الذي تناط به إيه؟ الأحكام، يناط به الحكم وجودا وعدما ويدور معها، وهذا له عليه سبحان الله. اجتهاد الحكم هو اجتهاد السلف الصالح، أنا أقول لكم جعل الفقه حيا نابضا غائيا مقاصديا مباشرة. الاجتهاد الصناعي فعل أحيانا عكس ذلك ولا يزال، والله أعلم. شكرا أستاذنا الفاضل، إن شاء الله عندي سؤالان. السؤال الأول، هل يمكن تنزيل إحدى هذه المقاصد التي ذكرتموها في أرض الواقع، مثلا للتوفيق بين أهل السنة الذين يتشاطرون هذا المصطلح بين الأشاعرة والماتريدية وبين المتمسلفين اليوم؟ وهذا هو السؤال الأول، هل هناك مقصد عقدي يمكن يعني أن نسير عليه للتوفيق؟ والسؤال الثاني ربما أيضا هو ملحوظ، أليس هذا عوش لحظة إذا أقوم بملاحظة، إذا الذين يقولون بسحر النبي هم أيضا على مراتب، منهم من يقول مثلا وأظن أن هذا أيضا يمكن أن يكون توفيقا بين هذه الآراء، بدلا من أن نكذب صحابية أو أن ننفي نصا صحيحا. ومثلا يقولون أن سحر النبي يعني هو سحر يعني أصاب فقط جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصب عقله الذي هو مناط الوحي، فماذا تقولون في ذلك؟ لأن السحر له أنواع، السحر الذي يصيب الجسم والذي يصيب العقل، وفي إحدى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيدتنا عائشة كانت تقول أن رسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالسحر لم يكن يستطيع أن يأتي إحدى زوجاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالان يعني بسرعة. سؤالي الأول له علاقة مباشرة بالسؤال الذي طرحه الأخ عبد الواحد. هناك من يعتبر أن النصوص التشريعية هي تاريخية ومتطورة وخاضعة للاجتماع البشري، وأن الدين هو فقط الله والقيم الكونية. أريد أن أستمع إلى تعليقكم على هذا القول. ثم السؤال الثاني له علاقة بالنموذج. يبدو أنكم تؤسسون لنموذج خاص بكم يقوم على أساس المقاصد. هل معنى ذلك أن يعني المقاصد هذه هي خروج أو نوع من الثورة المنهجية، إذا أردنا أن نقول أصولية كانت أو فقهية، وهو نوع من النقد للإرث الفقهي وللفكر الإسلامي عموما؟ وشكرا. مولانا الشيخ أنا حلغي سؤالي لأنه كبير، واكتفي إذا بيسمح عمرك بعد حاضر نسلم عليك إن شاء الله. ولكن بس سؤال بسيط، جنابك ذكرت أنك ألفت كتاب حرية الاعتقاد، فهل هو قبل كتاب الشيخ حسن المالكي أم بعده؟ سؤال بسيط. شكرا لك. السلام عليكم. قبل أن أطرح سؤالي، سعدت جدا لانضمامك الدكتور إبراهيم لفكر جودة سعيد في كتابه مبدأ ابن آدم الأول الذي كتبه في الستينات، ردنا على كتابات سيد قطب. مما كان يجب أن يقال في رده سبحانه وتعالى على الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، وما جاء به جودة سعيد في هذا الكتاب هو رد ابن آدم الأول في قوله لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا رد الله سبحانه وتعالى على الملائكة من خلال أول إنسان الذي هو ابن آدم الأول. السؤال كما قال الأخ عبد الواحد، يعني المقاربة المقاصدية كانت أكثر يعني في تدخلكم وصفا لأدوارها، فهل ممكن تعريفها وتحديد ماهيتها وآلية اشتغالها؟ عرجت بطريقة بسيطة عن مبدأ فيزيائي، قلت إنه الفيزياء الإنساني بحكم التخصص. يعني هل ما كنت تقصده هو الانتروبي في الثيرموديناميكس؟ هذا المبدأ الفيزيائي من المفروض أنه قيمة لها وظيفة قياس الفوضى في أي نظام، ولا أظن أن لها علاقة بعلم الأنسنة. دائما بما أننا في الفيزياء ربطت بين تحقيق العدل والتوازن، بمعنى التسوية أو المساواة أو ما يمكن أن يلمز إليه برمز يساوي في الرياضيات، تعلمنا دائما الفيزياء أن بعض المعادلات الكونية تكون تساوي الصفر، أو مرات تكون قيمتها سلبية، فلا يمكن أن نبني علميا على مبدأ التوازن والتساوي. لراحتك فعلا في فقه النوازل عند علماء سوس تورث المرأة الفلاح النصف، وهذا الحكم قد طبقه الشيخ طه جابر العلواني عندما كان يترأس المجلس الإسلامي لشمال أمريكا في حالات أخرى. شكرا. السلام عليكم. الدكتور عندي جوج تاع الأسئلة. السؤال الأول، بما أن كاين تغيير نقول المجتمعات الإسلامية عرفت تغيير، خاصة المجتمعات العربية، في دور نتاع المرأة والرجل، لماذا هل بالنسبة لكم تفضيل الموجود للأم مقابل الأب في العلاقة مع الأبناء، خاصة الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول فيه الأحد نتاع الصحابة أن أمك ثم أبوك، من حيث الترجمة نتاع المجتمع تتأدي لأنك تكون تفضيل نتاع الأم على الأب. لو تعيد بارك الله فيك صياغة السؤال بشكل واضح.
هل تغيير الذي حصل في المجتمعات العربية مؤخرا أليس له انعكاسات على تفضيل الحاصل بين الأم والأب؟ تاريخيا تفضيل الأم مقبول لأن الأم كانت مهضومة حقوقها، أما بالنسبة للآن بما أن الحقوق متساوية ألا يجب وضع مساواة في الحقوق نتاع الأب والأم من اتجاه نتاع الأبناء؟ السؤال الثاني هو دخول غير المسلمين للأماكن المقدسة والجزيرة العربية، هل هناك برهان شرعي؟ وبناء الكنائس والديار والديار. شكرا. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. بالنسبة لهذا أعتقد أن هذا الفتح على مستوى القراءة الجديدة والمقاصد الشريعة الإسلامية هي التي ستفتح لنا آفاق جديدة في النظر إلى القرآن، وربما استخلاص مقاصد أخرى تسير في الاتجاه. على سبيل المثال يحضرني الوحدة الإسلامية أو وحدة العنصر البشري، لو لمسنا هذا المعطى لوجدنا آيات كثيرة تدفعنا في هذا الاتجاه. سؤالي هو في الحقيقة طلبت أن أرسل لكم سؤال من أخ بلجيك لم يستطيع الحضور، هو مسألة الإرث، مسألة لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، باعتبار أن هناك يعني ناس غربيين يدخلون الإسلام ويسقطون أو يجدون هذا الإشكال مقاصديا، هل هناك قراءة لهذا الأمر؟ وشكرا. السلام عليكم. هل يعتمد الدكتور عدنان إبراهيم في الوصول إلى المقاصد الشرعية والقدرية على تفاسير المفسرين؟ بس من تناقض تفاسير المفسرين ما كانش هناك عبثية في المقاصد؟ ما عرفش فهم على حسب يعني تناقض في ما تعرفش نتكلم مزيان بالعربية. لا سي بون. في البداية أصلت عن نفسي وعن كافة المحبين ديال الدكتور عدنان إبراهيم، كنقدم جزيل الشكر للدكتور وكنقدم الشكر للسي عبد الواحد اللي قام بتسجيل هذه المحاضرة. بالنسبة للتدخل ديالي، الله سبحانه وتعالى يعني عنده لغة خاصة في القرآن الكريم، في طريقة طرح المواضيع وطريقة الكلام ديالو مع الناس. فمن هذا المنطلق كنشوفوا ان المفردة ديال التأويل مثلا في كنشوفوا ان مفردة التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يوسف، يعني بمعنى انها في الى خدينا اي موضوع في الى ما تقول اليه المسائل، الى ما تقول اليه الامور او تجسيد الآيات فتقول إليها، يعني فالتعريف ديال القرآن، فالتعريف ديال الكتاب الله سبحانه وتعالى لهذه المفردة ديال التأويل تغير المفهوم المتوارث في الدين السني أو الشيعي أو الصوفي وفي كثير من الأطروحات الفكرية. فهل الدكتور عدنان إبراهيم يأخذ في عين الاعتبار هذا المفهوم القرآني لكلمة التأويل في اطروحاته وفي طريقة تعامله مع كتاب الله، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أو المؤمنين بتدبر كتاب الله ولم يأمرهم بتأويله، لأن التأويل من داخل في طريقة في موضوع الغيبيات التي خصها الله سبحانه وتعالى لبعض الأنبياء كسيدنا يوسف الذي أعطاه هذه الهبة أنه كان مطلعا على بعض الغيب في تأويل الأمور إلى ما ستؤول إليه في نهاية المطاف كل تفسير الأحلام. فأتمنى أن السؤال كان واضح.